ربنا موقف لما بتاع لا خلي دايما كان كل ما بيشوفني بيقول لي احنا دايما مشينا حلو على بعض، يعني احنا فيلم هي فوضى كان بالنسبه له انطلاقه وكان بالنسبه لي كمان انطلاقه. انا يعني بحبه جدا وكنت واحد من اصدقائه وواحد من معجبينه كفنان. ربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله.